لدى استقبال سموه لسفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، أكد صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر أن مملكة البحرين ودولة الكويت يجمع بينهما تاريخ طويل وممتد من العلاقات المتميزة التي ترتكز على أساس متين من المحبة التي أرساها الآباء والأجداد. وأشاد سموه بما يشهده مسار العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين من تطور وازدهار مستمر في شتى القطاعات، بما يؤكد حرص البلدين على الوصول بمستوى التعاون إلى الآفاق التي تخدم المصالح المشتركة. وكان صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء قد استقبل في قصر سموه بالرفاعة اليوم الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح سفير دولة الكويت الشقيقة لدى مملكة البحرين، حيث أكد سموه على عمق علاقات التعاون بين البلدين الشقيقين في مختلف المجالات. وخلال اللقاء نقل سفير دولة الكويت الشقيقة إلى سموه تحياتي وتقدير أخيه صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر صباح أمير دولة الكويت الشقيقة، وتمنياته لسموه بموفور الصحة والعافية ولمملكة البحرين وشعبها مزيدا من التقدم والازدهار، فيما كلفه سموه بنقل تحياته وتقديره لأخيه أمير دولة الكويت وأخيه سمو ولي العهد وأخيه سمو رئيس مجلس الوزراء، وتمنيات سموه لدولة الكويت وشعبها الشقيق دوام النماء والرخاء. وأشاد سموه بمواقف أمير دولة الكويت الشقيقة التي أسهمت في تعزيز مكانة بلاده في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، وبما تشهده دولة الكويت من نهضة وتطور في ظل قيادته الحكيمة. من جانبه أعرب الشيخ ثامر جابر الأحمد الصباح عن جزيل الشكر والتقدير لصاحب السمو الملكي رئيس الوزراء على اهتمام سموه ودعمه لكل ما يسهم في توطيد علاقات الأخوة والمحبة والتعاون بين البلدين الشقيقين، مشيدا بما يتمتع به سموه من حكمة ورؤية وموضوعية تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية. ونوه بالجهود التي تقوم بها الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء في رعاية أبناء الكويت في مملكة البحرين، وما تحظى به من اهتمام وتقدير من سموه يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، مؤكدا حرص بلاده على توسيع مجالات التعاون مع مملكة البحرين بما يعود بالنفع والخير على البلدين وشعبين الشقيقين.